بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ادخلنا في زمرة الذين رضيت عنهم ورضوا عنك، اللهم زدنا تقى وهدى، وابعد عنا كل شياطين الإنس والجن، اللهم اغفر وارحم وسدد خطانا إلى مرضاتك الأبدية، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته وعروة. أما بعد، إن شاء الله كما عودتكم أذكركم ببركات القرآن في ميدان الذاكرة، سواء كان الذاكرة لما كنا ذراري وتوجه الله إلينا وقال ألست بربكم، قلنا نعم بلى، لكن لم يتفقه أكثرنا في تلك المرحلة أنه سيخون الله وينفصم عقده الذي يصله بالله، وهذا الانفصام هو سبب آلام الإنس والجن الآن وعذابهم في حياة البرزخية وفجائعهم وآلامهم في قلب جهنم وبئس المصير. الآن بحول الله تعالى أعرج على صلة القرآن بجزء من ميدان الذاكرة، ميدان عملها فينا. ما دمنا هنا ونريد الفلاح هنا ورضوان الله هنا وهناك والفوز في الدنيا والآخرة، لابد أن نربط كلام الله بالله سبحانه وتعالى، بأحاديث القدسية وبنبي عليه الصلاة والسلام روحا وعقلا وعاطفة وعلى بالمؤمنين والمؤمنات على إقوم به عليه الصلاة والسلام. من جملة ما أريد قوله وأنها فيما يتصل بالإيحاد والإشارات في القرآن المقوية للذاكرة، هناك علم أشرت إليه عدة مرات، هو علم ما جاء في القرآن من علاقة حركة أو سكون جزء من الجسم البشري، معاني حركات وسكنات هذا الجزء، معاني متصلة بذاكرتي ومتصلة بدماغي أو المخ والمخيخ، ومتصلة بعالم الرموز. حدث تجدون ملخص ذلك في كتابي نور وشفاء، وأشرت هناك إلى العلاقة بين جزئين من الجسم وبين ثلاث أجزاء متصلة بحياة الأنبياء عليهم السلام، مريم عليه السلام، نبينا عليه الصلاة والسلام، زكريا عليه السلام، يحيى عليه السلام، وعلى ما جرى سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا إبراهيم، كلهم عندهم إشارات أن سيدنا إبراهيم حين يرفع نظره إلى السماء فإشارة بحث، ورأينا كيف تتدرج تجربته حتى يصل إلى القطيعة مع الشرك ويلتزم الاتجاه نحو الله والحنفية العطرة السمحة الصامدة. ثم أشير إلى إشارة أخرى تصلنا بالله حين نكون أولياءه وأحبابه والمدافعين عن حرمة دينه، وهو ناصرنا في هذه الأحوال
ويخلو من خبر الدين. ريسكيود او لكيود هي من يعاز من فيه اثر الذاكره فينا، واللي يحب يزيد قوي الاعازه بها ما عليه الا ان يزور كلام الله، قرانا وحديث احاديث قدسيه وحياه رسول الله عليه الصلاه والسلام كيف مرت به من الاول الى الاخر قبل ان يلتحق بالرفيق الاعلى. تجدون ما يقوي حبكم لله حين يذكركم الله انه ليس كمثله شيء، وهذه من الاشياء السلبيه لا اله الا الله. يبدا بالسلبيات اي بالسالب اي ليس له حق حقيقه، ويختم بالموجب لا اله لا اله السالب الا استثناء الله. لذلك كان وصلت الدرجه هذه من التمييز بين السالب والموجب فأنتم على الطريق السوي، الطريق الذي سيدفعكم نحو السعادة الأبدية. ليس كمثله شيء نفس الشيء، ليس ك معناها سالب مثل سالب شيء سالب، يعني كل بعد الله لا حقيقة له، بل الله هو الحق الأول والآخر. أفي الله شك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أما لا كل وجه هالك إلا وجهه، يعني دائما ثم السالب والاستثناء والحقيقة. وليريد معاني النصر فليزر آيات ذكرت مقابلة طرفين، طرف كريم وهو قلة وطرف لئيم وهو كثرة. هذه المشاهد أقوى إيحاء من مشاهد أقوى الأفلام وأقوى الكوميديات وأقوى كل منتوج حضاري أو ثقافي. وقلنا لا حضارة عندهم الآن إلا القبارة، ولا ثقافة لهم إلا الاستخفاف بواقع الواقع الذي يشهد بوحدانية الله وحضوره وهيمنته وإرادته وقهره وهلم جرى. وأذكركم خاصة في الميدان الشباب، زوروا خاصة يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وزوروا كذلك طفولة سيدنا عيسى عليه السلام، يعني من البداية من التبشير للعذراء عليها السلام حتى نهاية الفترة الأولى سيدنا عيسى عليه السلام، وصل على ما يبدو إلى 30 سنة وما زال شابا والتحق برفيق الأعلى ثم يعود بإذن الله تعالى كما ورد في القرآن العظيم. شباب يتصل بطفولة وشباب سبقهم في مستوى الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، ومع مريم عليه السلام وهي كذلك ما زالت شابة في تفكيرها وإيمانها والمشاعر. كذلك في سورة الكهف تزور كما ذكرت سابقا الشباب هم الذين يعترضون على الباطل لما ينكشف لهم قبحه وآلام الناتج عنه وفساده النهائي. يقاطعوا أممهم أما يعتزلوهم فكرا وسلوكا ونشاطا، وإلا منا يتصرفوا تصرف اللقاء هو ألا سبيل أن يكون تكون الغلبة الأكثرية الفاسدة. وهذه الصور منها كثيرة في القرآن، منها صورة سيدنا
يوسف عليه السلام محنته ومحنة أبيه. من إسرائيل عليه السلام يعقوب، وكيف سيدنا موسى كاد الشيطان أن يعصف به لما قالت له امرأة العزيز هيت لك، غلقت الأبواب وقالت هيت لك. وهنا ذاكرتكم ستنتعش بانتصار الطوري على الخبث، الصدق مع الله مع القطيع مع الله. هنا الشباب سيتغذى عن طريق الذاكرة المتصلة بالقرآن، وعندكم كذلك من أنصار إلى الله يلقى الشباب سيدنا عيسى عليه السلام وقليل من الشيوخ عموما، هذا المفهوم. وتلقوا منا كل الصور التي تنبعث من القرآن أو من الحديث القدسية أو من الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم هي ليست مثبتات لشخصيتكم بل منشطات عن طريق الذاكرة، عن طريق تقوية إرادة للقرب من الله والزيادة في محبته والسعي إلى مرضاته. نسأل الله السلامة والسلام على من اتبع الهدى.